ممكن قبل ما اتكلم بس اديلك تشبيه للعيله كده يعني. العيله احنا 13 اخ، كل اخ ما شاء الله. سيبك من الفن بقى، ده غير اللي ما نعرفهمش، غير اللي احنا ما نعرفهمش. انت في ده في لسه الله ربنا يبارك لك حق الله يرحمه. خير خير. مجدي مثلا مسميه وزير الماليه انا بتاع العيله. طيب تمام. وليد البي ار العلاقات العامه، الفرفشه والحاجات دي برضو الستايل باين. فهمت ازاي ولا لا؟ انا ماليش اي صفه خالص يعني. انا اقول لحضرتك على الكبو بقى. الكبو كان يعني بالنسبه لنا الكارنيه بتاع المعموره، الكارنيه بتاع المنتزه. ما زمان ما معناش كارنيهات، بس اخو حميد اخش المنتزه، اخو حميد اخش، معايا اصحابي اخش اي شاطئ اي مكان، اخو حميد الكارنيه بتاعي الحته المايله. انا مش بتعب نفسي ما شاء الله. اهلا.